إذن على بركة الله، مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في مع مادة التربية الإسلامية ومحور جديد بإذن الله. إذن على بركة الله نشرح في درسنا لهذا اليوم. إذن مادة التربية الإسلامية ومحور الاقتداء. إذن درسنا اليوم هو حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جزء من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مرحلة شباب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم شابا. إذن سوف نتعرف أبنائي الأعزاء ليس على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بكاملها، بل فقط جزء منها أو مرحلة منها هي مرحلة الشباب. إذن لكل درس أهداف، وأهداف درسنا لهذا اليوم هي كالآتي. إذن التعرف كما قلت على جزء فقط من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة شبابه، والتمثل بسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة اليومية. إذن لاحظوا معي أبنائي الأعزاء، الأمانة خلق المؤمنين. أعيد، الأمانة خلق المؤمنين. إذن بماذا اتصف الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بين قومه؟ إذن ما هو الخلق الذي كان معروفا به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم اتصف بالأمانة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أمينا، كان صادقا. إذن كان يلقب بالصادق الأمين، وقد تجلى ذلك من خلال حب الناس له وتقديرهم له. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم اتصف بخلق الأمانة، اتصف بخلق الأمانة، كان يحافظ على الأمانات ويوفي بالعهد، إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة التي يتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كما أشرت إلى ذلك، إذن سوف نتعرف على مقطع أو جزء من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا ألا وهي مرحلة الشباب. إذن شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما تعرفون توفي والده وهو لا يزال جنينا في بطن أمه، وبعد أن بلغ سن 6 سنوات توفيت أمه آمنة بنت وهب، ليكفله جده عبد المطلب. إذن جد عبد المطلب هو الذي كفله بعد وفاة أمه، وبعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب، إذن الذي رعاه ورباه إلى أن وصل سن الشباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذن كان كادحا يكدح، إذن كان يكسب رزقه من عرق جبينه كما نقول. إذن فعندما كان صغيرا كان يرعى الغنم، كان يرعى الغنم مقابل قراريط صغيرة جدا، وبعدما أن صار شابا إذن مارس التجارة، إذن كان يتاجر في أموال تجار قريش. إذن وبين نساء قريش كانت امرأة معروفة جدا اسمها خديجة بنت خويلد، هذه السيدة إذن هي من فضليات نساء قريش، كان لها مال كثير جدا، وتستأجر الناس أو الرجال في مالها، أي يخرجون في التجارة في مالها وتعطيهم مقابل ذلك مقابل مادي. إذن فاستأجرت الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج في تجارة، فالرسول صلى الله عليه وسلم إذن زادت تجارة خديجة بنت خويلد وازداد ربحها، وكما يقال إذن بارك الله سبحانه وتعالى في مالها من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه السيدة كانت أرملة، إذن كانت أرملة، إذن توفي عنها زوجها أبو هالة، وكانت في سن 40، وهي المرأة الأولى التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن على الرغم أنها كانت تكبره سنا، إلا أنها هي التي عرضت الزواج على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت أول امرأة تدخل الإسلام وأول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم في مرحلة شبابه كان يشتغل بالتجارة، في حين أن شباب
قريش كانوا يلهون، إذا كما تعرفون أن مرحلة الشباب، إذا الشباب يتمتعون بحياة في هذه الفترة، يلعبون ويلهون، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يشبههم في ذلك، فقد كان يذهب إلى غار حراء ويتعبد فيه الليالي الطوال، يتأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى، ويعبد الله سبحانه وتعالى بعيدا عن كفار قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام. إذا بعد زواجه من خديجة بنت خويلد، إذا زادت بركتها إلى غير ذلك، وقد ولدت معه بنيها اللذان توفي قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا في مرحلة شبابه كان يكسب رزقه من عرق جبينه، وكان يمارس التجارة، وكانت أول امرأة يتزوجها هي خديجة بنت خويلد، وكانت أول امرأة تدخل الإسلام. إذا قرأوا معي جميعا هذا النص. إذا حين كان شباب مكة يلهون ويلعبون ويعبدون الأصنام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختلي في غار حراء يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. ولما بلغ عليه السلام 25 سنة تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي من سيدات ومن فضليات النساء، وكانت في الأربعين من عمرها، وكانت تاجرة تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم بشيء تجعله لهم. قال ابن هشام في سيرة ابن هشام بتصريف الجزء الأول الصفحة 187، فعرضت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا، وقد توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، وقد عرف عليه السلام بين قومه بالصادق الأمين. إذن وهنا سوف أسرد عليكم قصة اختلاف قبائل قريش في من له الفضل أو الشرف في وضع الحجر الأسود في مكانه. كما أشرنا إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالأمين، إذن هذا الاختلاف كاد أن يوقع حربا ضارية بين قبائل قريش. إذن فهم يختلفون فيما بينهم من له الشرف، شرف السيادة في أن يضع الحجر الأسود في مكانه. فعرض عليهم أحد كبار قريش أنهم يحتكمون إلى أول داخل عليهم، فاقتضت الحكمة الإلهية أن يكون أول داخل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشاروا بصوت أو هتفوا بصوت مرتفع: الأمين، إذا رضينا بحكمه كيفما كان حكمه. لماذا؟ لأنه كان معروفا بأمانته، وأنه لن يميز بين القبائل، وأن حكمه سوف يكون عادلا. فماذا فعل سيد الخلق؟ إذا قام بأن وضع رداءه على الأرض، ووضع حمل بيده الشريفة أو بيده الكريمة، وضع ذلك الحجر في وسط الرداء، وطلب من رؤوس قبائل قريش أن يحملوا ذلك الرداء دفعة واحدة، ووضعه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه، وبهذا فض النزاع الذي أوشك أن يودي إلى حرب كما قلنا ضارية بين هذه القبيلة. إذا لاحظوا عدل الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الناس إليه. إذا لماذا؟ لأنه كان يتصف بخلق الأمانة، خلق الأمانة التي يجب أن نتصف بها، لأنها خلق وشيم المسلم الحقيقي. يجب أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية، ونتخذه منهاجا نسير عليه. إذن كما سردت عليكم، هذه هي القصة التي تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأمانته بين قومه، وكيف وصل صلى الله عليه وسلم إلى فض هذا النزاع. إذن يجب علينا أن نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونسلك منهجه في الإصلاح بين الناس. وخير ما جاء في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم هو: بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. أعيد: خير ما جاء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم هو: بأبي وأمي أنت يا خير الورى،
وصلاة ربي والسلام معطرة بالوحي والقرآن كنت مطهرة. إذا هذا ما يمكن أن نستخلص أو نختم به درسنا لهذا اليوم. أتمنى أبنائي الأعزاء أن أكون قد أوصلت لكم ولو جزء بسيط من فترة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فترة شبابه عليه الصلاة والسلام. أتمنى أن تكونوا قد أدركتم هذا الدرس بشكل جيد واستوعبتموه بشكل جيد. وإلى حصة جديدة وجزء آخر من حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلى اللقاء إن شاء الله.